ازاي تجيب اي باسورد انت ناسيه، اذا كان بقى فيسبوك، اذا كان تيك توك، اذا كان يوتيوب، اذا كان حساب جوجل، اي كلمه سر انت نسيتها. وخلي بالك انت بنفسك اللي هتجيبها، وبطريقه بسيطه جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في مستشفى المحمول، معاكم حمدي، يا رب تكونوا بخير. لو أنت ما شفتنيش قبل كده أو بتشوفني ومش متابعني أو مش مشترك عندي في القناة، فلازم تشترك في القناة وتعمل إعجاب علشان الفيديو يشوفه أكبر عدد من الناس ويستفيدوا. طبعا زي ما قلت في مقدمة الفيديو، ممكن تكون ناسي أي باسورد عندك، وممكن يكون الباسورد مفتوح ولكن أنت مش عارف الرقم السري بتاعه، أو لو أنت حتى غيرت تليفونك وحابب تدخل نفس الأكاونت عندك، ففي مكان كده مستخبي. المكان ده بيتم حفظ في جميع كلمات المرور لأي حساب انت دخلته على تليفونك قبل كده، والمكان ده مش سري ولا حاجة، وخلي بالك ما بيظهرش لحد إلا انت بس. فأنا علشان تعرف تحل المشكلة دي، ياريت تتابع الفيديو لغاية الآخر وتمشي معايا بالخطوات، لأن كده كده الفيديو مش طويل. يلا بينا نبدأ. هتروح عندك على متصفح جوجل كروم وتضغط عليه، وبعد كده تضغط على الثلاث نقط اللي فوق، وبعد كده تبدأ تجيب حاجة اسمها الإعدادات، وبعد كده تجيب حاجة اسمها مدير كلمات المرور. بمجرد بقى ما تضغط هنا هتلاقي كل كلمات المرور بتاعتك اللي انت عملتها من على التليفون، أيا كان، إذا كانت كلمة مرور موقع أو إذا كان حساب فيسبوك، يوتيوب، جوجل، أي حاجة هتلاقيها. بمجرد بس انت تضغط عليه وتضغط على علامة العين، وهيقول لك دخل الباسورد بتاعك، أو لو أنت عامل بصمة هيقول لك دخل بصمة، ولكن لو أنت مش عامل باسورد هيقول لك لازم تكون عامل باسورد. هتعمل باسورد عادي وترجع تعيد نفس الخطوات مرة تانية. علشان تكون عامل الكلام ده لازم تكون بتعمل حفظ لكلمات المرور. حفظ الكلمات المرور دي عشان لو حصل حاجة ونسيتها تقدر ترجعها بكل بساطة وبكل سهولة بطريقة بسيطة جدا جدا. وفي نهاية الفيديو أتمنى أن أنت تكون استفدت، ولو استفدت بالفيديو ولو 1% ياريت ما تنساش تشترك في القناة لو بتشوفني من على اليوتيوب، وتشترك في الصفحة لو أنت بتشوفني من على الفيسبوك. بس كده، سلام.